كان الأمر بداية عندما اتصلت بنا شركة جير ديدكت الألمانية وبصفتنا وكلاء لها لعمل بعض الأفلام التعليمية لتبيان طرق استخدام منتجات شركتهم. فتواصلنا مع عدة شركات للإنتاج الفني والتلفزيوني للمفاوضة على المشروع، وبعد عدة مراسلات واتصالات تم الاتفاق مع إحدى الشركات وحددت أيام التصوير والمواقع التي اختيرت، أولاً لأهمية موقعها الجغرافي، وثانياً بسبب رواية عدد من المنقبين بكثرة الدفائن القديمة والمكتشفة في تلك المواقع والمدفونة تحت الأرض والمتنوعة بين عملات ذهبية وبرونزية وفضية نادرة الوجود، وبدأت أعمال التصوير على تلك الأجهزة بأنواعها. وأثناء تصوير مشهد عن عمل أحد الأجهزة، وبالصدفة التقط الجهاز إشارة ما، أدى ذلك لتغيير مجرى العمل بشكل كامل. فتحول التصوير من مجرد فيلم تعليمي إلى رحلة صيد لا تخلو من أي متعة. بالطبع تم التعامل مع الإشارة من قبل المنقب بحرفية لتحديد مصدرها واتجاهها. قادت الإشارة المنقبة لأسفل المنحدر، وبسبب اعتراض نهر في تلك البقعة حال بين المنقب ومصدر الإشارة، فأوقف البحث بذلك الاتجاه. وعاد ليطلب منا الالتفاف حول مجرى النهر والعبور للطرف الآخر لتتبع الإشارة. بعد أن وجدنا الطريق المؤدية لنفس الموقع وأثناء عملية بحثنا، فجأة فقدنا الإشارة. فطلب المنقب الالتفاف للبحث عنها من جديد. بعد استعادة الإشارة وتتبعها وازدياد قوتها، قادنا البحث لإحدى المزارع. نشتبه الآن بتواجد الهدف داخل هذه الأسوار.
بالفعل يوجد هدف داخل هذه الأسوار، ولكن المكان مأهول ويوجد مزارعين في هذا المكان. قمنا بالطرق على أبواب المزرعة منتظرين الرد، وأخفينا الكاميرات مبدئياً. خرج علينا أحد المزارعين المتواجدين في الداخل، فطلبنا منه مقابلة مالك هذا المكان، فأخبرنا أنه موجود وسيقوم بمناداته. خرج صاحب المزرعة، فقمنا بالتعريف عن أنفسنا من خلال تقديم بطاقة التعريف عن الشركة، فصرحنا عما نقوم به وكيف أن الجهاز قام بإرشادنا إلى مزرعته وبوجود هدف دفين داخل أسوارها، وأنه يحتوي على معدن الذهب. سأل صاحب المزرعة عن كيفية التأكد من صحة ما نقول، وهل لدينا ما يثبت ذلك؟ شعرنا بأنه لم يصدق الأمر، وكان يأخذ الموضوع باستغراب، فقمنا بإظهار الأوراق الثبوتية للشركة والتراخيص النظامية، وطلبنا منه الإذن بالدخول لتأكيد الهدف من داخل سور المزرعة وتوثيق ذلك من خلال التصوير، مما جعله يشعر بجدية الموضوع، فقام بإدخالنا لمزرعته. على الفور قام أحد المنقبين بالفحوصات اللازمة لتأكيد الهدف، وذلك حسب الأصول المتبعة وقواعد التنقيب باستخدام عدة طرق للبحث وتحديد المكان الدفين. بعد تلك الإجراءات تبين أنه يوجد فراغ على عمق متر واحد، ويوجد بداخله ذهب ومعادن ثمينة وبعض الأشياء الغير معدنية، فتم الاتفاق بيننا وبين صاحب المزرعة بإخطار الجهات المختصة والعمل على استخراج جميع الأوراق اللازمة وتجهيز العقود والتراخيص الخاصة بعملية الحفر والتنقيب لضمان حقوق كل الأطراف. بعد يومين توجهنا للموقع برفقة مهندسين مختصين للإشراف على عملية التنقيب وللمحافظة على القطع الأثرية المكتشفة. وعلى الفور بدأ المهندسون دراسة وتحليل الصور لتحديد محيط المنطقة وتحديد نقطة بداية الحفر.
وطلبوا من الفنيين عدم الحفر عموديا فوق الدفين والابتعاد عنه لمسافة متر واحد حتى لا تتساقط الصخور والأتربة فوق المكتشفات فتدمرها. بدأنا الحفر الذي استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف لم يخلو من مراقبة وتوجيه المختصين، فنالت من الفنيين تعبا سببه طبيعة التربة الطينية. ظهرت كتلة حجرية أثناء الحفر مما استدعى إيقافه وقدوم المهندسين لمعاينة الموقع. طلبوا متابعة الحفر وزيادة عمق الحفرة. تابعوا الحفر وتناوبوا عليه. فجأة أخطأ أحد الفنيين مما أدى لانجراف التربة لتظهر كمية أكبر من تلك الصخور، فأوقف المشرف الحفر. عندها قام المنقب بتوجيه من أحد المهندسين بتوسيع البقعة. فتم الكشف عن فجوة بين تلك الصخور. وعند التحقق منها تبين أنها تؤدي إلى الفراغ المنشود. قام المهندسين بالتأكد من سلامة الإجراءات قبل إزالة تلك الصخور بحذر وتروي.
فتبين أن هذا الفراغ ما هو إلا مدفن أثري. حسب المعاينة البصرية وخبرة المنقب الطويلة، وحسب قراءة الصور ثلاثية الأبعاد والتي تبين تكتل الدفائن بنقطة واحدة داخل المدفن، بدأت المقتنيات بالظهور. جرتين صغيرتين وإناء من فخار يعودان للعهد البيزنطي. بدأ المنقب بجرف دقيق للتربة، معتمدا على أدواته البسيطة التي لطالما استخدمها، فرشاة ومجرفة صغيرة وقضيب معدني. من الأحجار العقيق تعود لطوق زينة. من الممكن أن يساعدنا هذا لتحديد جنس ما دفن هنا. وتمثال صغير من البرونز يعود لإحدى الآلهة المعبودة في تلك الفترة. تمكن أيضا من إيجاد مجموعة من القطع النقدية الفضية والبرونزية بأحجام مختلفة. زجاجية صغيرة عسلية اللون. ووعاءان معدنيان صغيران. بعد
بعد نفاذ ما يمكن كشفه بالمعاينة النظرية، وقع المنقب بحيرة كبيرة. إذن التصوير أوضح بوجود كمية من الذهب، وكان لابد من كشفها بصريا، وذلك يعني أن الذهب مخفي داخل المدفن. بدأ المنقب عمله على فحص تربة المدفن بجهاز إلكتروني يدوي، والذي يعمل بإصدار إشارة صوتية عند تماسه بالمعادن. فجأة أصدر الجهاز صفارة عندما مرره المنقب على صخرة بيضاوية غريبة الشكل، كان قد عثر عليها داخل المدفن. فقام المنقب بفحصها بدقة، وأيقن بوجود الذهب داخلها حسب خبرته، وأعلم المهندسين بذلك، فقرروا التعامل معها خارج المدفن. قاموا بسحب جميع المقتنيات للخارج وتغليفها بقطع من القماش للحفاظ عليها خلال عملية النقل. بعد عملية التغليف للآثار ونقلها لمكان آمن جانب المدفن، بدأ المنقب عملية تفكيك الصخرة الكلسية البنية. فعما بداخلها إناء مصنوع من الصخر البازلتي، عثر بداخله على قطع من العملات الذهبية نادرة الوجود وذات قيمة تاريخية عالية. على ما يبدو أنه مدفن لإحدى النساء الثريات، فكل ما وجد يدل على ذلك.
عم الدهشة والسرور جميع الموجودين، وأكثرهم صاحب المزرعة الذي وصف الموضوع كما يلي: من الصعب أن تصدق ما جرى. أرض تملكها ويكون في باطنها كل تلك الكنوز؟ أصبح الشك يراودني بوجود دفائن أخرى في هذه المنطقة، والتي سنعمل على الكشف عليها بالتعاون مع الجهات المختصة والشركة المنقبة. تم تصوير وتوثيق جميع المكتشفات، وقامت الجهات المختصة بصرف مكافأة مالية لصاحب الأرض وشركة يونايتد انترناشونال جروب المنقبة على اكتشافهم هذا الكنز التاريخي الوطني الثمين. وكانت المكافأة بقيمة 250,000 يورو لكل منهما.